عندك ترهل بالجفن وحابة ترفعي جفنك؟ الحل كتير بسيط مع 3 تمارين مجربة ورائعة. Let's go نتعرف على التمارين. يسعد اوقاتكم احبتي، بتمنى تكونوا بصحه وخير وسلامه. اللي عم بيتابعني اول مره معكم لبين رحي حاصل على درجه الدكتوراه بالكيمياء التحليليه، خبيره التغذيه العلاجيه وبلوج الشيخوخه وجمال السيده بعد الأربعين. اليوم رح نحكي عن مجموعه من التمارين بتخفف من تجاعيد العين وبترفع الجفون. الموضوع سهل، بس بالبدايه لازم نستخدم زيت مرطب حتى نرطب هذه المنطقه وما نأذيها. ديروا بالكم صبايا، هذه المنطقة كتير طرية، كتير هشة، لازم نحنا ندير بالنا عليها حتى ما تزيد التجاعيد فيها. أي زيت موجود عندكم، أنا اليوم رح استخدم من تياتر مين زيت. الفكرة الثانية إنه إذا ما عندكم نوع زيت اللوز، فينا نستخدم زيت الزيتون بالطريقة اللي شرحت لكم إياها. يلا نتعرف على التمارين. وأول تمرين رح نحاول نرفع الجفن نحو الأعلى ونستخدم إيدنا ونسحب العين نحو الأعلى بهذا الشكل بهدوء تقريبا 20 مرة فقط. أما التمرين الثاني رح نستخدم الأصابع ورح نحاول نحن نشد المنطقة للأعلى. مثل ما انكم ملاحظين الجفن الأعلى وهون بمنتصف الخط كمان 20 مرة. أما التمرين الثالث رح نحاول نرفع الحاجب والجفن لتحت ونفتح العين، وبهالتمرين رح نغمض ونفتح العين كمان 20 مرة. صبايا طبقوا هذه التمارين مرة في اليوم، 3 تمارين لمنطقة حول العين، رح تلاقوا النتيجة بأقل من شهر، وبتمنى انكم تشاركونا بالتعليقات النتائج حتى الكل يستفيد. انا وانتو رح نجرب ونحكي، انا عم قلكم فخبروني انتو، وما تنسوا تدعمونا بكومنت حلو ولايك وشير حتى توصل هالمعلومات للكل. جمال السيدة هو ملك الجميع عندي، واللي بحب يسجل عندي استشارة بتقدروا تتواصلوا معي وتبعتوا لي رسالة على الانستغرام او على الفيسبوك، بيظهر لكم رسائل آلية وبتخبركم بالطريقة. محبتي، وانطروني في فيديو جديد. باي.